نحن كشعب الكردي اليوم مجتمعين ب 15 شباط، يوم الاسود، يوم 15 اب، يوم الذي اعتقل فيه القائد اوجلان. بهذا اليوم نعتبرها بالنسبه لنا انه يوم كثير قاسي على خاصه المراه الكرديه، ونطلب منظمات دوليه وكل القوانين اللي بيشدوا على القائد اوجلان انه حتى يسمحوا ان يزوروا حتى لاهلهم او للمحامين ان يزوروا.